بسم الله الرحمن الرحيم. روى القندوزي في كتابه ينابيع المودة عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا رسول الله، فما هو حبل الله الذي نعتصم به؟ يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وآله يده في يد علي عليه السلام وقال: تمسكوا بهذا، فهذا هو الحبل المتين. وهكذا عن الزمخشري صاحب التفسير بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بهجة قلبي، وأبناؤها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى. والحمد لله رب العالمين.